تمرين سابع صفحة 64. رجال الإطفاء. عند إطفاء حريق يمسك رجل إطفاء معا خرطوم المياه ويسددانه نحو قاعدة له. وضح بي توظيف القوى ضرورة إمساكهما معا لي خرطوم الماء. رجلان يمسكان خرطوم المياه وهما جالسان عند إطفاء حريق. يمسك رجل إطفاء معا خرطوم المياه ويسددانه نحو قاعدة له، لأنه عند فتح الحنفية يندفع الماء بقوة كبيرة نحو الخارج، خارج خرطوم. تمثيل على الأشعة. يندفع الماء خارج خرطوم، بينما الرجلان ما يمسكان الخرطوم. فيدفع الهواء الخارجي، وحسب مبدأ الفعلين المتبادلين يؤثر هواء الوسط الخارجي على ماء الخرطوم في نفس اللحظة، وبنفس الشدة وبجهة معاكسة لفعل الماء على هواء الوسط الخارجي، فيؤدي إلى دفع الخرطوم إلى الوراء ويكون ذو حركة ملتوية. لذلك يجب على رجل الإطفاء أن يمسك جيدا بخرطوم الماء ويؤثر عليه بقوة نحو الأمام، تمنح حركته اللولبية الملتوية. لازم قوى معيقة، وتكون أكبر من أكبر أكبر أو تساوي قوة الماء المندفع من الخرطوم.